أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: أنا أجعل من مالي في حسابين، يقول أجعل من مالي في حسابين، في حساب أدخره لدين عن والدي. أنا إيش؟ يقول أنا أجعل من مالي في حسابين، في حساب أدخره لدين عن والدي وحساب أدخره لنفسي، فهل الزكاة واحدة واجبة على الجميع أو على الحساب الثاني؟ لا، على الجميع، لأنه ملكك، الجميع ملكك ومالك، تجب الزكاة على جميع مالك. نعم.